كان مهما في كل الصراعات التي اعتبرت فيها حيوات الملايين من الأشخاص غير هامة. كثير من الدول للأسف اعتبرت أن دم الإنسان أرخص بكثير من النفط. في سوريا وفي السنوات الأخيرة رأينا بأننا كنا إلى جانب المظلومين والمضطهدين، لكن الدول الأخرى كانت تهتم فقط بمنشآت النفط، والأمر ذاته سار المفعول في ليبيا أيضا. نحن كنا إلى جانب إخوتنا وأشقائنا الليبيين لإنقاذهم من الإنقلابيين، لكن بعضهم، وذهبنا إلى ليبيا بناء على دعوتهم، لكن بعضهم كانوا هناك من أجل النفط فقط. في شرقي البحر الأبيض المتوسط رأينا آلاف ومئات، عفوا مئات الألاعيب من أجل النفط فقط. نحن لم نغير مبادئنا، قلنا دائما أن الإنسان أهم ما يمكن، أهم شيء، وقلنا بأن الصداقة والأخوة أهم من كل شيء، وقلنا بأن رعاية المظلومين ومراعاة الحقوق والعدالة أهم من كل شيء، قلنا بأن الإنسانية أهم من كل شيء. والحمد لله رب العالمين أعطانا بابا كبيرا من الغنى، وربما نرى أبوابا أخرى من الغنى أيضا ستفتح أمامنا. لماذا؟ لأن تركيا ارتفعت لمستوى أعلى في هذا المجال. لم يكن سهلا أن نصل لهذا المستوى. منذ سنوات طويلة ونحن نبحث عن النفط والغاز الطبيعي، كنا نجعل الشركات الأخرى تبحث، الشركات الأجنبية تبحث عن النفط، وكانت الشركات تبحث عن نفطنا في أرضنا، وكانت تأخذ ملايين الدولارات ولم يكن يعطونا سوى تقارير من بعض الصفحات. لا أريد أن أكذب شركة ما، ربما بحثوا فعلا لكنهم لم يجدوا، لكن بالنتيجة رأينا بأنه لا يمكن لنا أن نبحث نفطنا عبر الشركات الأجنبية عن طريق الشركات المستأجرة، لا، ولهذا صرنا نبحث عن طريق مؤسساتنا الوطنية عن النفط. وتم تغيير سياسة البحث عن النفط والمعادن في تركيا في العام 2017، وفي ذلك الوقت برأت البيرق الذي كان وزير التعدين والنفط، وبعده فاتح دونماز، أخونا فاتح دونماز، طبقوا هذه السياسة بكل بحذافيرها. وفي هذا الإطار فتحنا وقمنا بالتنقيب عن النفط في البحار. أيضا استخدمنا 3 سفن للتنقيب، واليوم هنالك سفن أخرى غير فاتح التي جعلتنا نفرح. هنالك سفينة ياووز وهنالك سفينة الفاتح. عدا عن ذلك هنالك سفينة بربروس خير الدين باشا وعروج باشا للبحث الزلزالي. هذه السفن ملكيتها لتركيا. أيضا هنالك سفن للتنقيب وسفن للبحث الزلزالي، كلها ملك تركيا. هذه السفن عملت بميزانية أقل بكثير من الميزانيات العالمية، لكنها أعطت نتائج علمية عالية في الدقة. نحن لم نكن مرتبطين بالخارج بتاتا في أعمال التنقيب والبحث، ولو كنا مرتبطين بالداخل لما كانوا أعطونا الفرصة لإيجاد النفط. لقد بحثنا عن النفط والغاز بإمكانياتنا الوطنية، ولهذا وصلنا لهذه النتيجة. نعم أخواني الكرام، أنا سعيد وسعيد لأن أكون معكم، والآن أعطيكم البشرى التالية. تركيا وجدت أكبر
أكبر حقل للنفط في البحر الأسود. هذا أكبر اكتشاف نفطي في تاريخ تركيا. سفينة فاتح للتنقيب عن النفط بتاريخ 20 تموز 2020 فتحت بئر تونة واحد، والحمد لله وجدت حقلا للنفط يحتوي على 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وأنا أتذكر اليوم الذي ودعتهم وهم يمرون عبر مضيق البوسفور، والحمد لله اكتشفنا اكتشافا كبيرا. لقد تحركت هذه السفينة في ذكرى فتح إسطنبول، وهذه السفينة تستحق اسمها، اسم الفاتح. نحن سعداء بها، فخورون بها. وقبلها كان هنالك كنا قد سمينا هذه المنطقة باسم سكاريا، حقل سكاريا للنفط، وقمنا بكل أعمال الفحص والبحث فيها. المعلومات التي حصلنا عليها من البئر تشير إلى أن هناك احتمالات قوية لأن نجد مصادر أخرى للهيدروكربون بالقرب منها. نحن نتحدث عن جزء من الاكتشاف، وإن شاء الله سنجد اكتشافات أخرى للهيدروكربون في المناطق المحيطة. الحمد لله الذي أرانا وشعبنا هذه الأيام الجميلة لفترة طويلة، وكنا مضطرين للخارج للاستيراد من الخارج، والحمد لله بإمكاننا أن ننظر للمستقبل بثقة أكبر. هذه العملية، عملية البحث هذه، قمنا بها بمساع وقوى وطنية بالكامل. الآن فتحنا هذا البئر، والآن سنقوم بالإنتاج وسنبني المنصة التي ستقوم بالإنتاج. سنقوم بإخراج الغاز الطبيعي إلى السطح ونقوم بإنتاجه، وعلينا أن نكرر هذا الغاز الطبيعي. والآن أقول لكم هدفنا هو في العام 2023 أن نجعل غاز البحر الأسود تحت إمكانيات الشعب التركي بالكامل. وبهذه الطريقة لقد بحثنا لسنوات طويلة بحثا حثيثا، والآن نحصل على الثمرة الأولى. سفينة الفاتح وسفينة يوز ستبحثان في البحر الأبيض المتوسط وفي البحر الأسود. هاتان السفينتان حفرتا 9 آبار في البحرين، والآن والحمد لله لقد استطعنا الحصول والعثور على الغاز في هذا البئر الأخير، وأنا أتوقع خبرا مماثلا من البحر الأبيض المتوسط أيضا. الآن سفينة القانون التي يتم صيانتها حاليا ستبدأ في أعمالها في نهاية العام الحالي، وبالتأكيد سنعمل أكثر، سنبحث أكثر. ليس كل من يبحث يجد، لكن من يجد هم من يبحثون. ونحن سنبحث وإن شاء الله سنجد. فيما يتعلق في حقل سكاريا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبإذن الله سنرى اكتشافات أخرى، لأن سكاريا
حقل بحث يعمل فيه أبناء الأناضول الطيبون، وسنجد إن شاء الله نتائج طيبة، ليس في البحار فقط، وفي أراضينا وفي البر التركي أيضا سنبحث عن النفط بشكل أكثر حثاء بأكثر دقة، وأيضا سنبحث عن النفط في الدول الأخرى أيضا. شعبي الكريم، نحن مصممون على أن نحل موضوع الطاقة في تركيا جذريا. تركيا عانت عقودا من مشاكل الطاقة، ودفعنا كثيرا من أجل الحصول على الطاقة المستوردة. أكبر سبب للعجز في الميزانية كان دائما من الطاقة، من استيراد الطاقة. أعطينا أهمية كبيرة للطاقة، وإن شاء الله سنحقق توازنا نسبيا من أجل إغلاق العجز في الميزانية. سنبحث عن النفط، سنبحث عن النفط أكثر وأكثر، والغاز أكثر وأكثر في البر والبحر، وسنصبح دولة مصدرة للطاقة في العالم. لن نرتاح إلا عندما نصبح مصدرين للطاقة. من جهة أخرى، أثناء بحثنا عن الطاقة التقليدية، علينا أن نجعل عينا لنا تبحث عن بدائل للطاقة. بالتأكيد الطاقة البديلة ستكون بديلا للطاقة التقليدية. علينا أن نطور إمكانيات بلدنا في المحرك الكهربائي أيضا. علينا أن لا نحتاج للدول الأخرى في مجال الطاقة. علينا أن نكون دولة قائمة بحد ذاتها. علينا أن نحتوي على كل المصادر التي تجعلنا مستقلين. لن نضع عيننا، لن نرغب في حقوق الآخرين، لكن لن نسمح للآخرين بأن يبتلعوا حقوقنا. بداية اليونان، هذا الموضوع هام جدا، هذا الموضوع هام جدا. الكل يعرف بأننا محقون، وخاصة اليونان. الاتحاد الأوروبي يجعل من اليونان دولة مدللة، والاتحاد الأوروبي يكيل بمكيالين، والاتحاد الأوروبي يخون مبادئه، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يعرف بأنه يستهلك من رصيده. الاتحاد الأوروبي يضع أمامنا خرائط تافهة، عليه أن يترك هذه المسيرة. الاتحاد الأوروبي يجب أن لا يصبح أداة في يد اليونان فقط من أجل الإضرار بتركيا، لكن كما تعرفون فإن الاتحاد الأوروبي أضر برصيده كثيرا. قرارات الاتحاد الأوروبي كانت دائما ضد تركيا، لكن تركيا مستعدة لإعطاء الجواب اللازم للاتحاد الأوروبي، سواء على الأرض أو سواء على طاولة المفاوضات. الآن في ساحة سكاريا وفي غيرها من الساحات، نؤمن بأن هنالك طريقا مضيئا أمامنا. سنعطي ميراثا هاما للأجيال القادمة. سنعمل من أجل ازدهار شعبنا، سنعمل ليل نهار. فليكن الله في عوننا، فليكن الله معنا، فليفتح الله طريقنا. مرة أخرى أهنئكم بهذا الاكتشاف المهم، وأبشركم بأن هنالك اكتشافات هامة ستأتي. فليكن هذا خيرا على دولتنا وعلى كل المنطقة. إن كل ما يأتي من خير من هذا الغاز سيكون خيرا على بلدنا وشعبنا وكل الشعوب التي تحب تركيا. أشكر كل العاملين، أشكر كل العاملين في مجال الطاقة وفي الهندسة وفي كل مجال عمل من أجل إيجاد هذا الاكتشاف المهم. وأشكر بشكل خاص وزير الطاقة السابق برات البيرق وفاتح دونمز الوزير الحالي للطاقة، وأشكر كل من عمل معهما، وأسلم عليكم بكل احترام. بارك الله بكم، أدامكم الله.